ومعنا مشاهدين عبر سكايب من مدينة غازية عنتاب التركية سيد غزوان قرنفل رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. مرحبا بك أستاذ غزوان. إذا هناك غارات بالفوسفور على إدلب ومطالب بإجلاء المدنيين، ما الذي سيحدث للمدينة التي تعد آخر موطئ قدم للمعارضة والمهجرين من العديد من المناطق السورية يتجاوز عددهم أكثر من 3 ملايين؟ بكل تأكيد إن حصل الهجوم العسكري الوشيك المفترض، أعتقد أن هناك فعلا كارثة إنسانية حقيقية ستترتب عنه، والحديث اليوم عن ممرات إنسانية آمنة هو تأكيد لما أقول، بحيث أنه حسم وضع المعركة العسكرية. يعني هناك قرار حقيقي وجدي بتنفيذ العمل العسكري من قبل روسيا والنظام وحلفاء الإيرانيين والميليشيات الأخرى تجاه مدينة إدلب، وبالتالي لا يملك المقاتلون في إدلب سوى مواجهة هذا الهجوم ومواجهة ما يترتب عليه من كارثة، ليضعوا هذا المجتمع الدولي الوضيع أمام ما يجب أن يوضع أمامه من استحقاقات. يعني الحديث الأمريكي الفارغ من محتواه حول إنهاء سلطة الأسد بتسوية سياسية، هل يمكن إحداث نتائج بتسوية سياسية في اللحظة التي تكون فيها أو يكون فيها أحد الأطراف مهزوم عسكريا؟ يعني كان على الولايات المتحدة قبل هذا القول أن تحدث توازن عسكري، أن تقدم الدعم اللازم إن كانت جادة فعلا بإنهاء حكم الأسد. ولكن هذا الصراع أستاذ غزوان، عفوا، هذا الصراع الروسي الأمريكي والسجال بين التحذيرات بضرب المعارضة والنظام، كيف يمكن أن يزيد يعني حصول هذه المعركة في وقت قريب؟ يعني بتقديري لم يحصل توافق حقيقي بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بالصراع في سوريا، ولذلك جاء هذا التصعيد. ليس هناك من وقت إيجابي جدا من وجهة نظر روسيا والنظام السوري لحسم الأمر عسكريا، في لأنه لم يبقى من موطئ قدم للمعارضة السورية سوى محافظة إدلب وبعض المناطق هنا وهناك يعني في شمال حلب، وبالتالي السياق العام الذي تم الاشتغال عليه ابتداء في إعادة تأهيل النظام يقتضي بالضرورة أنه يبسط سيطرته على كل الأراضي السورية وفي المقدمة منها حتى المعابر الحدودية، وبالتالي أزعم أنه هناك توافق على النتائج، لكن الآليات ربما هناك اختلاف عليها. طيب. بصرف النظر نحن أمام كارثة حقيقية تقترب من المدنيين في إدلب، لأنه المدنيون بكل أسف هم الضحايا وهم وقود هذه الحرب. ألا ترى أن الحديث عن وجود مقاتلين لجبهة فتح الشام مبرر أو مسوغ غير كافي لضرب إدلب؟ يعني المشكلة أنه المادة 8 من القرار 2254 تمثل إطار وغطاء قانوني حقيقي لأي عمل عسكري تجاه أي مكان، وليس إدلب، أي مكان تتواجد فيه القاعدة أو النصرة أو داعش أو القوى التي تم تسميتها وتصنيفها كمنظمات إرهابية، وبالتالي تواجد النصرة في محافظة إدلب هو مبرر، يعني يحظى بغطاء قانوني متضمن ضمن القرار 2254 الذي وافقت عليه أصلا حتى المعارضة السورية وتطالب بتنفيذ كل بنوده. المشكلة أنه المنتصر يفرض الآن شروطه، ونظام الأسد تمكن من سحق الثورة السورية حقيقة. نريد أن نواجه هذه الحقائق، علينا البحث عن بدائل أخرى غير تلك المواجهات العسكرية التي تضع يدها على مدن فيدفع المدنيون الثمن. الآن ما الخيارات المتاحة لبحث التسوية السياسية في سوريا، وكيف تنظرون إلى الدعوات لكتابة دستور جديد للبلاد؟ يعني بتقدير التسوية السياسية صارت بعيدة المنال بالمعنى الذي كان يحكى فيه، يعني حول بيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة. النظام السوري عندما يحقق النصر لن يفاوض،
يعني المطلوب من المعارضة من وجهة نظر النظام السوري أن تذهب لتبصم على ما يريد النظام، يعني صياغته كحل سياسي يرضي فيه المجتمع الدولي، والدستور هو واحد من الأدوات التي يستطيع أن يقدم فيها بعض التنازلات الهامشية في سبيل إرضاء المجتمع الدولي على أنه أنتج أو شارك في إنتاج حل سياسي. لذلك على المعارضة السورية الحقيقة الآن عدم الخوض في أي مسار تفاوضي، هذا في المقام الأول، نعم وعلى القوى العسكرية الأخرى التحول إلى يعني حرب عصابات والكف عن وضع اليد على المدن نعم ومحاولة الدفاع عنها والاحتفاظ فيها. هذا ليس يعني اليوم التجربة أثبتت فشل هذا السياق، لذلك ضرب المواقع العسكرية نعم بسياسة الكر والفر هو الأجدى، وضرب حتى المصالح القوى المشاركة والداعمة للنظام السوري، وأي حتى دولة تبادر إلى الاشتراك في عمليات إعادة أعمار منتظرة نعم أيضا ضرب مصالحها. هذا اللي بيجبر المجتمع الدولي إلى إعادة صياغة حل سياسي مختلف في سوريا. السيد غزان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار من مدينة غازي عنتاب التركية، شكرا جزيلا لك.